لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمن آفات اللسان المؤذية المزرية تؤذي سامعها وتزري بصاحبها السخرية، التهكم واحتقار الناس وازدراؤهم، الاستخفاف والاستهانة بهم والاستهزاء بهم. هذه من الأخلاق الذميمة تؤذي الناس وتغضب الرب تبارك وتعالى، وقد نهى القرآن عنها بالنهي الصريح لا بالتلميح، تفصيلا لا إجمالا. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. نهي صريح عن هذه الآفة المؤذية المزرية، لا يسخر قوم من قوم، السخرية إيذاء للناس، حتى ولو كانوا يضحكون فإنهم يقومون عن خسارة من مجلسهم والعياذ بالله. التهكم بالناس، الاستخفاف بهم، احتقارهم، الاستهزاء بهم، هذا مما نهت عنه الشريعة ومما يغضب الله عز وجل، لا سيما وفي الغالب أن المسخور به يكون أفضل من الساخر، عسى أن يكونوا خيرا منهم. في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل في مجلسه فقال لجليس له: ما رأيك في هذا؟ فنظر إليه فقال: هذا من أشراف الناس، إنه لحري إن نكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع. ثم مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل آخر فقال لجليسه: ما رأيك في هذا؟ فقال: هذا لحري، فقير من الفقراء، ضعيف من الضعفاء. قال: هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن قال ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا، أي هذا الضعيف المستضعف، لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انظر أرفع رجل في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل عليه حلة، فقلت: هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر أوضع رجل في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق، أي ثياب خلقة، ثياب بالية، فقير. فإذا رجل عليه أخلاق، فقلت: هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا عند الله يوم القيامة خير من ملء الأرض من مثل هذا، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. أبو ذر عربي أصيل يسخر من بلال الأسود الحبشي ويعيره بلون أمه فيقول له: يا ابن السوداء. فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. خلق من أخلاق أهل الجاهلية أن تسخر بأحد للونه، لجنسه، لنسبه، للغته، لفقره، لجهله، لحمقه، لسفعه، أو حتى لجنونه. إنك امرؤ فيك جاهلية. السخرية صفة أهل النفاق والشقاق. قال: كان المنافقون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هذا عملهم، يسخرون من الناس أيما كانوا،
أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة بالصدقة، أما الفقراء فذهبوا يحاملون، أي يؤجرون ظهورهم بالأجرة ليحملوا عليها، فيأتي أحدهم بتمرات أو بنصف صاع من شعير جهد المقل، فيسخرون منه ويقولون إن الله عن صدقة هذا لغني. ثم يأتي الغني منهم من المؤمنين بشيء كثير عظيم من الصدقة، فيسخرون منه أيضا ويقولون ما أخرج هذا إلا رياء. فلم يسلم منهم لا مقل ولا مكثر، فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، الأغنياء الذين يخرجون الكثير، والذين لا يجدون إلا جهدهم، الفقراء الذين يتصدقون بالقليل. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم والعياذ بالله. وهذا سبب النزول، هذا ثابت في الصحيحين، يسخرون من هؤلاء ومن أولئك، صفة أهل النفاق والعياذ بالله، بل هي صفة الكفار أهل النار والعياذ بالله. شغلهم الشاغل في الدنيا أن يسخروا من المؤمنين، كما قال الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. وقال عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. هذا حالهم في الدنيا، يفخرون بأنفسهم ويسخرون من المؤمنين. أما في الآخرة فينقلب السحر على الساحر: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، فسوف تعلمون من تكون له العاقبة عند لقاء الله عز وجل. أما إذا ألقوا في النار فسيقولون كما قص الله عز وجل: قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال الله عز وجل حاكيا عن أحوال هؤلاء وهم في النار، وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وحق للمؤمن إن علم أن السخرية إنما هي خلق من أخلاق الجاهلية، صفة من صفات أهل النفاق، بل هي صفة من صفات أهل النار، أن يكون عنها بمنأ، أن يتجنبها كل التجنب، فإنها توبقه في عاجل أمره وفي أخراه. أما في العاجل فحسبنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صعد يوما المنبر، كما يروي عبد الله بن عمر، صعد يوما المنبر فخطب الناس بصوت رفيع وقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المؤمنين، لا تؤذوا المؤمنين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع، هذا عاجل العقاب والعياذ بالله، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. فمن يسخر اليوم
يسخر به غدا، من يستهزئ بالناس الساعة يستهزئ به بعد ساعة، والله عز وجل إن ربك لبالمرصاد. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا، وفي رواية: لخشيت أن أحول كلبا، والعياذ بالله. انظر إلى هذه القلوب الحية كيف كانوا يزدجرون عما نهى الله عز وجل. هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وروى قبله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: لو رأيت رجلا يرتضع شاة في الطريق فسخرت منه لخشيت ألا أموت حتى أرضعها. الجزاء من جنس العمل. هذا محمد بن سيرين رحمه الله يقول: عيرت رجلا فقلت له يا مفلس فأفلست بعد 40 سنة، فأفلست بعد 40 سنة. هذا إبراهيم النخعي من كبار تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه، كان يقول: إني لأرى الشيء أكرهه فما يمنعني أن أعيبه إلا خشيتي أن أبتلى به، إلا خشيتي أن أبتلى به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، هذا من عاجل العقوبة في الدنيا، أما في الآخرة فحسبنا قول الله عز وجل: ويل، ويل لكل همزة لمزة. الهمزة اللمزة الذي يسخر بالناس بأفعاله أو بأقواله. أما الأفعال فالهمز يشير إشارة يومئ إيماء، كالذي يحرك يده عند رأسه يشير أن أخاه مجنون أو سفيه، هذا من الهمز. وأما اللمز فالعيب بالقول، أن تسخر بالناس بكلامك. يقول الله عز وجل: ويل لهذا الصنف من الناس، ويل لكل همزة لمزة. حسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أو من الإثم أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بحسب امرئ من الشر يكفيه، معناه يكفيه من الشر لينال العقوبة أن يفعل هذا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ماذا يستفيد أحدنا إن جلس مجلسا فتهكم بأحد الناس أو سخر منه ليضحك أو يضحك جلساءه؟ ماذا يستفيد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها في النار أبعد من الثريا، والعياذ بالله. ليس من شأن المسلم أن يسخر أو يتهكم بالناس، وإنما من شأنه أن يبذل نصحه، أن يدعو إلى الخير، أن يأمر بالمعروف، أن ينهى عن المنكر. وأما السخرية فليست من الإسلام في شيء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.